لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. محمد بن سلمان يلقي رهف القانون درسا لا تنساه. ورهف القانون تكشف وضع السعودية. سابقا انتقدت اللجان السعودية رهف القانون القيود الدينية التي كانت تفرضها في بلادها سابقا، وكشفت عما كان يحرم على الشعب السعودي من سماع موسيقى وغيره. ونشرت القانون صورة على شكل أسطوري عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، تضمنت صفحة من كتاب جاء فيه: لم يكن عزف الموسيقى والاستماع لها مسموحا إلا في حال التزامك بأنواع منصوص عليها مثل النشيد الوطني أو الأغاني التي كانت تغنيها لي أمي. هذه أنواع الموسيقى الحلال حسب قولها. وتابعت اللهجة السعودية التي نالت حق اللجوء في كندا عام 2019 قائلة: حتى في تلك الحالة يمكن أن تكون الموسيقى التي تعتبر محرما حسب تعبيرها. وتابعت القانون قائلة: البرامج التلفزيونية الدينية كانت مسموحة فقط، رغم أننا كنا نشاهد التلفاز طيلة اليوم ولم نكن نشاهد برامج دينية، لكنني لم أكشف ذلك في المدرسة قط حسب قولها. وتحدثت الأجهزة السعودية عن منع لعب الشطرنج أو طاولة الزهر أو الورق، وعدم السماح برسم صور حيوانات أو بشر، ولم يسمح المشاركة في المسرحيات أو كتابة قصص خيالية لأنهم كان يعتبرا جزء من الكذب حسب قولها. وأضافت القانون مشيرة إلى أنه كان من الممنوع إرسال زهور إلى الأصدقاء أو الأقرباء في المستشفى. أردفت قائلة: صدق أو لا تصدق، الوهابية تقول أن التصفير حرام حسب قولها. ولفتت القانون إلى أن الوهابية كانت تحرم على الاحتفال بعيد المولد النبوي، وحتى تشريح الجسد بعد الوفاء كان محرما. وما هي ديانة رهف القانون؟ تلك الفتاة السعودية التي هربت من أهلها وناشدت الحقوقيون لحمايتها من أهلها الذي كانوا يعنفونها على حسب تصريحاتها المزعومة، وأثارت قضيتها الكثير من الجدل في العالم العربي والعالمي، حيث انقسم الناس بين مؤيد لتصرفها ومعارض ومستهجن لرهف وقضيتها الغريبة. وسيعرض الموقع ضمن سطور هذا المقال ما هي ديانة رهف القانون، إضافة لبعض المعلومات عنها. ما هي ديانة رهف القانون؟ هي فتاة سعودية الأصل تقيم في كندا منذ عام 2019، اسمها الكامل رهف محمد مطلق القانون، ولدت في عام 2000، تبلغ من العمر 23 عام. عاشت مع عائلتها منذ ولادتها وحتى سن 19 حياة هادئة، وكانت ترافق والدها في سفراته أحيانا، حيث أن والدها يشغل منصب محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل في السعودية. لتظهر قصة رهف للعلن وتشعل الرأي العام في السعودية وخارجها. بعد رفضت صعودها على متن رحلة جوية منطلقة من بنكوك إلى الكويت، وحصنها نفسها في غرفة فندق المطار، وبدأت تبث مقاطع وتسجيلات تناشد فيها الحكوميون بمساعدتها وحمايتها من أسرتها. وما هي ديانة رهف القانون الحالية؟ الديانة الحالية غير معروفة، ولكنها كانت سابقا تعتنق الدين الإسلامي مثل عائلتها، حيث أن عائلتها سعودية الأصل تعتنق الدين الإسلامي وتتبع تعاليم دين الإسلام. وبعدها سافرت رهف إلى كندا وارتدت عن الدين الإسلامي، وكان سبب سفرها بحسب ما صرحت به هو عائلتها، ولكن العائلة نفت كل ذلك وكل ما وجه لها من هذه التصريحات، وأعربت عن أن سفر رهف كان بسبب تركها لدينها وارتدادها عنه فقط. وحسب التصريحات فإن رهف تعرضت للتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام، باعتبار الردة تعتبر جريمة في المملكة ويعاقب عليها بالإعدام حسب ما هو منصوص عليه في أحكام الشرعية الإسلامية. ما هي ديانة رهف القانون؟ هي سعودية الجنسية. لعائلة سعودية الأصل ولديها 9 إخوة، عاشت مع عائلتها حتى سن 19 قبل هروبها. والدها كان محافظا لمدينة السليمي في حال، وكانت تعيش حياة عادية قبل أن تهرب من عائلتها في سن 19 لأسباب نشرتها لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. يعود الأهل فينكروا كل ما صرحت به فيما يخص علاقتهم بها. ختاما، قد يكون تم عرض ما هي ديانة رهف القانون إضافة لعرض لكم كم عمرها وما جنسيتها، مرورا بملخص قضيتها التي شغلت الرأي العام السعودي والعربي.